بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير وبصحة يا رب. هقول لكم على وصفة حلوة قوي، أنا مجرباها كتير وبعملها مرتين في الأسبوع أو مرة. عندي الألوفيرا، أنا عندي في البلكونة، خدت حتة قطعتها وغسلتها وبشرتها بالمبشرة دي، شايفين المبشرة دي؟ أنا تلاقوها في أي مكان، أدوات منزلية. كويس، هنيجي نعمل ايه بقى؟ خلاص بشرنا الالوفيرا، انا بس عشان ما طولش عليكم، ونحط عليها معلقه ده قشر البيض مطحون ناعم، وعليه مع رز بسمتي، طحناهم الاثنين مع بعض، دول مخليهم على طول الماسك بتاعي. هنقلبهم على بعض، معلقة على قطعة، شايفين؟ ناخد نشيل دول، بقت عجينة اهي. تعملوا ايه بقى؟ هتحطوها، هتاخدوا منها على بطراطيف صوابعكم، وتبدأوا تفركوا البشرة، الخدود، الشفايف، القورة، الرقبة. نفرك الوجه كله بالرقبة لمدة 3 دقايق. عايزين تسيبوها تنشف خالص تغسلوها براحتكم، عايزين تغسلوها بعد 3 دقايق براحتكم، هتلاقوا بياض رائع عن تجربة. بعد ما تغسلوا وشكم، ما ننساش نمشي حتة تلج، ما ننشفش وشنا، نمشي حتة تلج. دايما تعملوا بول التلج كده في الفريزر، تمشوها بسرعة، وبعدين ترشوا مية ورد، ما تنشفوش وشكم، سيبوه رطب. بعد ما ينشف لوحده، حطوا بقى اي زيوت طبيعية عندكم، اي بلاش الكريمات والحاجات اللي انتوا بتشتروها دي، خليها انا في الزيوت الطبيعيه، زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت الزيتون، زيوت الطبيعيه كتير، وزيت جوز الهند رائع رائع، وهو زيت اللوز الحلو، انا دول عندي على طول. يا رب تكون الطريقه دي هتفيدكم وهتفرق معاكم، بياض ونقاء رائع وعن تجربه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحاجة مفيدة من الطبيعة برضو. ياريت تشاروا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا الحاجات دي بقى براحتكم يعني. واشوفكم في فيديو جديد بصحة وخير وعافية يا رب.